ولي بلال كرة ممتازة ممتازة، هذه الكرة تصطدم بأحد مدافعي نصر حسين داي. محمد الأمين عواد في تنفيذ الركنية، كرته دائرية من هنا، كادت المولودية أن تفتتح مجال التهديف. كرة ممتازة ناحية هشام شريف، هشام شريف يلحق على هذه الكرة، توزيعة توزيعة عرضية صعبة صعبة. في هذه اللحظات فرصة من ذهب لصالح مولودية وهران عن طريق سويبع. شوف هنا وجها لوجه كان تقريبا في سويبع، سويبع يمرر الكرة ممتازة من هناك، ما فيش وضعية تسلل، ما يقول والو الحكم، كرة لصالح بنتيبة، بنتيبة خطيرة، هذه الكرة خطيرة. بنتيبة يفتتح مجال التهديف بكرة أرضية زاحفة غدارة سكنت مباشرة شباك الحارس الشاب مرباح قايا. أول يعني أول لقطة خطيرة في الجهة اليسرى، قلنا لما تحرك الجهة اليسرى في مقابل الجهة اليمنى يكون توازن في الهجوم، وهذا بالشيء يعني أمام الحارس. والنصرية يعني تبحث عن التسديد، كرة ممتازة من حسين العرفي، العرفي أن يعدل النتيجة. شوف هنا خدا كامل وقته، لقى المساحة الشغيرة وسدد، ولكن تسديدته اصطدمت بتصد اروع من الحارس نطاش. اللي عنده سرعه فائقه وسبق يعني المره الماضيه. اوس عواد محمد الامين، دائما تبقى الكره، دائما دائما يبقى الخطر، دائما كادت المولوديه ان تعمق الفقايا. ها هي هنا الاعاده، نشوف دربك في الدفاع. هريات كرة ممتازة من هريات ناحية هشام شريف، هشام شريف